معكم دائما عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان بالاطلال الاستثنائيه مع ضيفنا شفيق ابو سعيد مسؤول العلاقات العامه والاعلام بنيابه ملكي الشاحنات العموميه بمرفأ بيروت. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك استاذ الاولى، وبدي مسيك ومسي عاملين بتلفزيون لبنان. خلي لي اياك. وبدي باسمي وباسم نقابه مالكي الشاحنات العموميه في مرفأ بيروت، نعم، بدي اعزي اهالي الضحايا اللي انفقروا بالانفجار، نعم، وبدي ادعي الى الجرحى بالشفاء العاجل والمفقودين بتحديد ما وقعهم. نضم صوتنا لصوتك. وكمان عبر سكايب معنا مباشره رئيس مجلس اداره جمعيه شركات الضمان بلبنان إلي ترباي. الو. مرحبا. الو. بدي حييك استاذ إلي عبر مشاكل وحلول بهذه الاطلاله يلي بتمنى من خلالها نقدر نوضح مراجعات كثيره وردت على برنامجنا. بالواقع نحن كنا بدنا نحكي قبل عن كورونا ونشوف شركات التامين شو هو وضعها في ظل حرصها على تقديم كل الخدمات، ولكن امام هول الصوره يلي شفناها امبارح والاضرار يلي تعرضت لها مباني واليات وسيارات والى ما هنالك من مواضيع يستدعي السؤال، بهذه الحاله سيدي شركات التامين بتغطي؟ يعني ضيفنا الموجود معنا بالاستوديو هو يعني امين سر بنقابه ملكي الشاحنات ببيروت، صار عندهم اضرار كثيره. سؤال من خلالك انت، طولنا السؤال لحتى يكون الجواب شافي وكافي ليسمعه كل الناس. هلا اسمح لي بالاول اني اتوجه للشعب اللبناني واهالي بيروت خاصه عن اسفنا وحقنا الشديد على الكارثه اللي حلت بالبلد. بصراحه انه يعني هيدي فاجعه، وانا وسائر شركات التامين كمان بنتمنى للمصابين الشفاء العاجل. نعم. وبنعزي اهالي الشهداء الذين سقطوا بالامس. على امل انه تكون هيدي يعني نهايه النفق المظلم يلي عم نمرق فيه. من ضمن صوتنا لصوتك كمان نحن. هلا نحن بانتظار، مثل ما بتعرف شركات التامين بس بدها تطلع بقرار تنتظر نتائج التحقيقات يلي عم تقوم فيها الجهات السلطات المعنيه لتحدد من خلاله شو الاسباب وطبيعه الانفجار اللي صار. يعني وضح لي اكثر اذا ممكن نقيب. يعني نحن ناطرين النتائج من التحقيقات اللي عم تجريها السلطات اللبنانيه، نعم، ببور بيروت، ويطلع تقرير رسمي نقدر نرتكز عليه حتى يصير يعني في قرار رسمي بالتغطيه او عدم التغطيه. طب اليوم بكورونا اذا بتسمح لي، كنتوا عم بتقولوا انه الوباء عندما يكون يعني منتشر عالميا الشركات ما بتغطي، ولكن انتم بمبادره حسن النيه بعض الشركات عم بتغطي والبعض الاخر لا، ولكن بهذه الحاله امام حجم الاضرار عندنا امكانيه نقدر نلبي كل الملفات اللي هي بالتامين عندنا؟ يعني معيد التامين رح يقبل يعني هذه الحاله؟ انا برجع لك لهالنقطه، معيد التامين يرتكز على تقرير رسمي، يعني التقرير الرسمي اللي بيصدر عن السلطات المعنيه هي بناء عليه وعلى الشروط الموجوده بالعقد بصير فينا نعرف اذا هالوضع مغطى ولا مش مغطى ضمن البوليصه، يعني كله حسب شروط البوليصه، حسب الاستثناءات الموجوده بالبوليصه، نعم، بس يرتكزوا بالاساس على التقرير اللي بيصدر عن السلطات المعنيه بعد التحقيق، نعم، بسبب الانفجار وشو طبيعه المواد اللي كانت اللي انفجرت. يعني بهذه الحاله قد ايه بدنا ننطر استاذ إلي؟ بدنا ننطر يعني التحقيق؟ بدنا ننطر التقرير. هلا التحقيق بياخذ مثل ما قالوا 5 ايام، نعم، بس بدنا تقرير رسمي لنقدر نحن نستند عليه، لانه معيدي التامين بيستندوا على تقارير رسميه صادره عن الدوله اللبنانيه، نعم، قبل ما يحددوا اذا بدهم يغطوا هالحوادث ولا لا. واللي بقدر اكد لك اياه انه اذا هي الحوادث مغطيه بدها تكون مغطيه بكل شركات التامين. نعم. يعني هلا يعني بالمطلق يعني عند يعني التوقيع على بوليصه التامين يعني مش كتار بيقروها، بعرف كتار بيمضوا وعلى شو مضينا انه خلص كل الثقه بشركه التامين، ولكن في بعض الاستثناءات بهذه الحالات مذكوره ضمن البوليصه في حال الحروب او ما شابه من كوارث او في شركات. في بعض البواليس تستثنى، نعم، الانفجارات، يعني كل شيء اكسبلوزيف، يعني كل شيء الاضرار الناتجه عن مواد مشتعله.
يعني اللي صار عندنا بمرفأ بيروت شو راح يكون توصيفه من قبل لجنة التحقيق؟ على أساسه أنتم بتعتمدوا تتوافقوا على التغطية نعم أم لا؟ 100% نحن نتريس، يعني الشركات عم تتريس قبل ما تاخذ أي قرار بشأن التعويضات، لأنه من المبكر هلأ نحكي عن هالشيء، لأنه لا في تقرير رسمي ولا بنعرف شو صار فعليا ببور بيروت، على أمل أنه نحصل على تقرير بالقريب العاجل. طب اليوم إذا بتسمح لي بموضوع الكورونا، في شركات عم بتغطي شركات لا، بهذا الموضوع موضوع الانفجار الكورونا. بموضوع الانفجار بالاستناد لتقرير لجنة التحقيق، يعني كمان في شركات بتقول نعم وشركات بتقول لا، صيف وشتاء تحت سقف واحد رح يكون ولا شو؟ بصراحة بموضوع الكورونا صار كل الشركات عم بتغطي هلأ فعليا، لأنه طلع قرار. في شركات ما عم بتغطي؟ بلا لكل البوالص اللي بتجدد هلا من شهر 5 وطلوع، كل البوالص اللي تجدد، بوالص الاستشفاء اللي تم تجديدها بشهر 5، هيدي البوالص صارت عم وما قبل 5 نقيب، وما قبل شهر 5 كمان بتكون خاضعه للتعطيل. لا، هو قرار طلع من قبل وزير الاقتصاد بيفرض على كل الشركات انها تغطي علاج كورونا بالمستشفيات. نعم، وهالشيء تم من قبل كل الشركات، وكل الشركات عندها شروط خاصة بتغطية كورونا أرسلتها للجنة الرقابة على شركات التأمين. ولجنة الرقابة وافقت عليها بخلال 15 يوم، من بعد 15 يوم بكل البوالص الجديدة أو اللي عم تجددها الشركات بصير في تغطية لكورونا. أنتوا اليوم قديش عم يعني الدولار عندكم قديش عم ينصرف نقيب إذا ممكن نعرف؟ بعده على 1005 ولا 2000؟ نحن الشركات عم تاخد طرق تانية مع زيادة الدولار، بعده على 1005، بس عم بنقوم بتخمين السيارات على الأسعار الجديدة. يعني السيارة لازم هلأ قيمتها مش مثل قيمتها كان قبل ما الوضع الاقتصادي، هلأ أغلى فيه. يعني صار التأمين هلأ على أساس قيمة جديدة، وهي القيمة الفعلية اللي على أساسها بيقدر المضمون إذا الله لا يقدر. أنا معك، بس قديش عم يقدر يجيب سيارة جديدة بالمال اللي بدها تدفعه له شركة التأمين. طيب بس سؤال بديهي، أنتوا قديش بتحتسبوا يعني صرف الدولار عندكم بالشركة؟ بس بدي أعرف. كل الشركات بعدها مثل بعضها على 1005. على 1005، أنتوا ناطرين يعني من معالي وزير الاقتصاد والتجارة أو لجنة الرقابة أنه تعدي قلتوا، لأنه في ظل هذه الاستمرارية نحن رايحين نحو إقفال وإفلاسات، صحيح؟ نحن في مشكلة كبيرة إذا بنكمل بال 1005، أنا بأكد لك إياها، وكل الشركات صارت عم بتعاني، هلا عم نغطي كورونا. نعم. وهلا عم ندرس كمان كيف بدنا نغطي الكارثة اللي حلت فينا، بس ما فينا نكمل على 1005، هيدي بدنا إياها من معالي وزير الاقتصاد ومن حاكم مصرف لبنان، يعني كثير ضروري لأنه هو المرجع الأخير. هو طيب نقيب يعني من خلال التأمين. نعم. وسعر الألف سعر الصرف على 1005. أنا معك، يعني لحتى نوضح الصورة بالختام، هي شغلة أساسية، ولكن من فترة الكل بيعرف أنه صار في صعوبة بتحويل يعني الأموال من بيروت إلى الخارج، والكل بيعرف يعني أزمة الدولار اللي احنا عايشينها. معيدي التأمين يعني بالخارج قادرين توصلوا لهم حقوقهم؟ هذا اللي بدي أعرفه. في خطر على البوالص الموجودة حاليا بلبنان تفقد الغطاء؟ حاليا معيد التأمين ناطرين لنقدر نحول لهم المبالغ. نعم. وقد وعدنا خيرا عبر وساطة من معالي وزير الاقتصاد مع حاكم مصرف لبنان انه نقدر نحول هالمبالغ بأقرب وقت، وهيدا اللي متكلين عليه نحن، ونتمنى انه معالي وزير الاقتصاد يرجع يسحب بهالموضوع، لانه اذا ما قدرنا نحول اموال لمعيدي التامين برات لبنان ممكن يلغوا عقود اعاده التامين معنا، ونوصل لكارثه اكبر يعني بالنسبه للوضع الصحي، حتى لانه عندنا كثير مضمونين نحن، وبالنهايه بدك تامن لهم طبابه وتامن لهم استشفاء وتامن لهم يعني تامين لسياراتهم، كل هول لازم هلا على بأسرع وقت نقدر نحول هالمبالغ لمعيدي التأمين. نعم نقيب، إذا بتسمح لي يعني شو هي الحالات اللي ما بتغطيها شركات التأمين بالعادة؟ الأشياء النووية، أضرار الناتجة عن حوادث متعلقة بالإشعاعات النووية، يعني هول الأشياء يلي معروفة عادة، يعني الأسلحة البيولوجية، الأسلحة البيولوجية ما كمان ما بتتغطى، هول بكل البوالص، يعني كل شيء له علاقة بالحروب، كل شيء له علاقة، تستثني أشياء أكثر من هيك.
كل ما له علاقة بنتائج الحروب هو مغطى بشركات التأمين ولا الحروب لا؟ مش مغطى، كمان الحروب مستثنين إلا إذا عمل بوليسة خاصة أكسترا. بالحروب بالحروب بوليسة لوحدها لها علاقة بتغطية الحروب أو الأخطار بسموها الأخطار السياسية political violence. فهمت عليك نائب، بدي بس منك تبقى معنا لأنه ضيفنا اليوم الشفيق أبو سعيد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بنيابة مالكي الشاحنات العمومية بمرفأ بيروت. في عنده سؤال حول الآليات المتضررة، ياريت تشرحها مباشرة لحضرة النائب. نحن ما فينا نعول كتير على شركات التأمين لأنه نحن أضرارنا إذا بدنا نصلح شاحناتنا نعم. بدنا ندفعهم على الدولار 8000 سعر السوق. بقعدوا عم لك الدولار عادي. الدولار عادي عندهم هن، يعني إذا بدهم يعوضوا علينا على الدولار، الدولار عندهم 1005. نعم. إذا بنقعد على 1005 ورح نشتري قطع على 8000 معناتها نعم. نحن هيدي كارثة، بدنا نحن مساعدات عاجلة وطارئة. بس بدي اياك تسمعوا كثير منيح لانه بدي جواب على هالسؤال اذا امكن. اذا اذا اذا, إذا اعطونا اذا شاحنه مكلفه 10000 دولار اضرار نعم بنعطونا 15 مليون 15 مليون ما بيشتروا لنا 3 دوليب اليوم هي. اليوم نعم. ما بيشتروا لنا هذا شيء. طب هن كمان عندهم حاله استثنائيه، هن عم بيقبضوا على 1005 مزبوط وعندهم تكاليف عاليه مزبوط وكثار بيقولوا انه ممكن ما يقدوا يعني ما يقدروا يستمروا. بعده عم بيقول انه معيد التامين اذا ما عاد جدد لهم البواليس عندنا بصير بخطر. هيك نحن ما فينا نعول كثير على تعويضات شركه التامين. نعم. مطلوب مساعدات عاجله وطارئه من الدوله اللبنانيه مش من شركه التامين. إضافة لشركة التأمين تعويض فرق صرف الدولار اللي بدنا ندفعه، لأنه اليوم إذا بدنا نشتري دولاب حقه 4-5 ليرة على السعر اليوم. أنت شو قلت لي، أنت عندك شيء راح على البور؟ طبعاً كده ما ضلش 80% من شاحنات المرفأ تضررت، يعني حوالي 1400 شاحنة اليوم تضرروا بمرفأ بيروت. كانوا موجودين؟ كانوا موجودين، ال 20% اللي خلصوا هن كانوا برات المرفأ. نعم. اللي ضمن مرفأ بيروت كله تضرر 100% كان في أضرار 100%. طب نائب اليوم بهذه الحالة اللي عم بيحكيها يعني ضيفنا نعم. يعني في أولويات بالتعويضات يعني تؤخذ بعين الاعتبار لأنه عم بيقول العدد كبير جدا يعني بحجم الأضرار بمرفأ بيروت. ومن شوي كمان نقيب المهندسين كان معنا قال لي ما تقول مرفأ، ما بقى في مرفأ ستالينغراد. يعني هو أنا بعرف أنه في بوليس التأمين كمان لمرفأ بيروت. نعم. وإذا كانوا هون الكاميونات اللي عم يحكي عنهم بيضلوا بالمرفأ ولا بيظهروا من المرفأ بتفرق، يعني إذا على طول متواجدين بقلب المرفأ بيكونوا مأمنين إنه كأنه موجودين ضمن المرفأ، أما إذا كانوا بيظهروا بينقلوا بضاعة برات المرفأ نعم أكيد عندهم بواليس تأمين بغير شركات تأمين. نعم. هلا بيقولوا شركات تأمين يعني عندها شطارة يعني بمخارج الحروف وتفسير بعض يعني البنود والكلمات داخل البوليسة، صحيح نائب؟ لا انتبه، نحن ناطرين تقرير اللي بيصدر عن لجنة التحقيقات. نعم. بناء عليه بيتاخذ القرار بالتغطية وبدفع التعويضات من عدمه. بس بدي منك تجاوبني على سؤالك إذا أمكن بصراحة، عندنا القدرة شركات التأمين تقدر تعوض على كل المتضررين بالانفجار الضخم يلي صار بمرفأ بيروت، في إمكانية ولا في خطر لدى بعض الشركات؟ طيب هو بحالة من حالات مماثلة بلجنة العليا للإغاثة، هي بتعمل بتقيم الأضرار وعادة هي اللي بتهتم بالتعويض على المتضررين. أما إذا نحن حسينا أما إذا لقينا نحن أنه من بعد ما نحصل على التقرير الرسمي انه في بعض بواليس التأمين بتشملها التغطية نعم. مش رح تتأخر شركات التأمين بانه تدفع للمضمون قيمة الحادث، انا بأكد لك هالشيء. طب بس اذا بتسمح لي بشوي حكينا نحن عن بوليسة اكسترا لحتى تقدر تغطي الامور اللي ما بتتغطى، يعني تكاليفها بتكون اكثر بكثير اكسترا، يعني كيف بدها تغطي الاكسترا؟ شو بدها تغطي؟ نعم شو بتغطي الاكسترا؟ تغطي الامور يلي ما بتغطيها اي بوليسه عاديه. نائب في عندك بوليسه عاديه وبوليسه بتغطي اخطار الحرب. نعم في فرق بيستو. في فرق بالسعر ما هيك؟ ايه اخطار الحرب غير كلفه اكيد، وفي عندك الاخطار العاديه. نعم. بس دائما في استثناء الاشياء البيولوجيه والاشياء اللي لها علاقه بالاضرار النوويه ناتجه عن اشعاعات نوويه، هولي اكيد موجودين بكل انواع البواليس.
نعيم أنا بدي أشكرك، بدنا نحيي جهودكم، وإن شاء الله يا رب منقدر منلتقي دائما لما في مصلحة الجميع، انطلاقا من أهمية الاتكال على شركات التأمين والأخذ بعين الاعتبار لحقوق الناس المتضررة. أنا بدي أشكرك وإن شاء الله بيجمعنا لقاء قريب، وأنا بشكرك على أمل نلتقي قريبا. شكرا سيدي، شكرا لك. شكرا، الله معك، ميرسي كثير. شكرا. استاذ شفيق، يعني اللي كان عم بيقوله يعني رئيس جمعيه شركات التامين شغله مهمه واساسيه، انتم قديش تقريبا؟ قلت لي 80% من الاليات عندكم بمرفق بيروت من الشاحنات. كل اللي كانوا بمرفق بيروت كله انضرر. عندنا مساعدات عجلي تنقدر نجدد نصلح الاسطول الشحن اللي عندنا على مرفق بيروت. طب اللواء محمد خير تكلف انه يعمل اجراءات وعمل جولات، مرق اللي عندكم على الكور؟ احنا ما حدا اتصل فينا، ما تواصل حدا معنا. نعم. من الموضوع نحن ما بدنا ندخل هلا ده بالتكهنات وروايات بحكوا انه شو سبب الانفجار، اذا كانوا عدوان اسرائيلي او تفجير. نحن اللي طلع بعض المسؤولين. نعم. بقول انه من سنه 2014 العنبر في هالمواد هيدي. نعم. المتفجره. نعم. وعم يحاولوا يتملصوا ويخلصوا نفسهم من هالموضوع. نعم. طيب اذا من 2014 لليوم ما حدا رد عليكم، ليش بعدكم ساكتين؟ ليش سكتوا؟ يعني مش مفروض اليوم، مش مفروض تسكتوا. ما اليوم في فصل سلطات، يعني وقت المدير الجمارك بيبعث للقضاء او لقادر الامور ما بحق له يرجع هو يتابع، عمل اللي عليه. لا مفروض مفترض يكون في مواكبه ومتابعه، يعني هيدي التبليغات اللي سمعناها اليوم. اذا مفروض. نعم. اذا معروف انه هذا الموضوع في خطر، مفروض يطلع لرأي العام، لرأي العام ويعرض هالمشكلة. رح تابع معك أنا، بس بدي أنتقل باتصال مباشر مع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود. ألو. ألو. نعم. بدي حييك، بدي حيي سعادتك ويعطيك ألف عافية. تفضل. يعطيك العافية. يخلي لي اياك، يعني سعاده المحافظ، اليوم بلديه بيروت رصدت 30 مليار ليره فوريه كدعم اولي لاغاثه المواطنين. يعني نعم. من خلال جولتك يعني نشر عن لسانك انه قلت انه حجم الاضرار بانفجار مرفق بيروت هو بين 10 و 15 مليار لا دولار. انا ما قلت هيك، انا قلت الاضرار المباشره بين 3 و 5، بس ولكن الاضرار الغير مباشره الناتجه عن. نعم. توقف الاقتصاد وتوقف المرفأ لفترة طويلة تقدر بهالمبلغ، بهذا المبلغ مع الأضرار المباشرة. طب اليوم يعني بيروت منكوبة مثل ما الكل يعني عم بيشوف وعم بيتابع وعم بيواكب. نعم. سعادتك حذرت من سلوك أوتوستراد يعني شر الحلو، نقيب المهندسين كان عندنا كمان رجعنا دققنا المسا، طلع أنه الوضع سليم وفينا الناس يضلوا يسلكوا عليه. يعني بهالمرحلة بتقول الوضع سليم ولا لا على الأوتوستراد؟ لا هلا الوضع منه خطر، بس أنا عملت هذا التحذير لأنه وصلني معلومات إنه في تشققات. دائما لازم الواحد ياخذ الاحتياطات اللازمة والاحتراز، ياخذ الحيطة والاحتراز. بس المساء انتهى تقرير الخبراء وكانت رأيهم إنه منه متضرر كثيرا. سعادة المحافظ، اليوم وقت اللي بنقول بيروت منكوبة، وطبعا نقيب المهندسين جاد ثابت قال لي ما تقول في مرفأ لأنه ما بقى في مرفأ، وسعادتك أنت كنت أشرت بجولتك وقلت أنه هذا الموضوع سيؤثر كثيرا على واقع الاقتصاد اللبناني. مضبوط. من هون أنا قدرت الخسائر بهذا الحجم. أنا يعني في أضرار مباشرة وفي أضرار غير مباشرة. يعني قديش بدنا وقت لحتى ترجع الصورة لطبيعتها، نقدر نقول نحن مسحنا كل الأضرار بالتعاون مع نقابة المهندسين؟ قال عنا أسابيع يعني قليلة لحتى نتوصل إلى وضع الأرقام الأساسية ونشوف كيف بدنا نشتغل. حجم الأضرار كثير كبير، يعني ما فينا بدها وقت، بدها على القليلة ثلاثة أسابيع أو شهر. ساعة المحافظ عم نقول بدها وقت، البعض بيقول بدها امكانيات، يعني هلا اذا ناس قدموا شغلهم ودراستهم، ولكن اعاده البناء وتصليح وترميم الاضرار شغله مكلفه. مشكوره بلديه بيروت اللي قدمت 30 مليار لاغاثه المواطنين. هودي للاغاثه الاوليه. الاغاثه الاوليه، اما انا هل بدي اعرف شو برنامجكم بالمحافظه للمتابعه بعد 30 مليار؟ يعني نحن هيدي المرحله الاولى. نعم. وعلى ضوء الامور اللي بتتكشف لنا يوما بعد يوم بنقرر شو الخطوات اللاحقه.
سعادة المحافظ 30 مليار رح يندفعوا لأبناء بيروت ولا لكل المتضررين سكان بيروت؟ لا نحن لإغاثة الناس، كل واحد بحاجة لإغاثة وبحاجة لمأوى ولا طعام ولا دفنه ولا مساعدته. نعم. بصورة ملحة وعاجلة بدنا نتدخل. عملنا هذا السقف ولرفع الردميات ولرفع الضرر، يعني ان شاء الله انه نقدر نعمل فيهم شيء. يعني اليوم نحن عم نحكي عن هذا الانفجار الكارثي الكبير الضخم واضراره، ما فينا ننسى كورونا يلي لمبارح كانت هي شغلتنا، وعم نشوف قديش سعادتك عم تاخذ كل القرارات اللي ما المصيبة الكبيرة بتنصينا اللي قبلها. نعم. هذه سنة الحياة. اليوم يعني الاضرار يلي اصيب فيها المبنى عندكم والمكاتب ايضا اضرار كبيره سعادة المحافظ؟ نعم اضرار كبيره، خصوصا بمبنى القصر البلدي وبمبنى الماليه التابع لبلديه بيروت. نعم. المكاتب شبه منكوبه وتستلزم اسابيع من العمل والاصلاح لتامين اعاده انطلاق العمل في البلديه. أنا بدي أشكرك سعادة المحافظ القاضي مروان عبود محافظ مدينة بيروت، إن شاء الله بنلتقي بظروف أفضل يا رب. يعطيك ألف عافية سعادتك. طبعا بنرجع لحتى نحكي، يعني سعادته قال إنه المرفأ كارثي وسيؤثر على الواقع الاقتصادي، أنا بهمني أعرف يعني من خلالك أنت ومن خلال هذه الأضرار الكبيرة يلي سعادتك حكيت عنها، شو ممكن ينعمل ميدانيا لإنقاذ الوضع والعودة بتعويضات تقدر تخليكم توقفوا على إجريكم من جديد؟ نحن اليوم مطلوب خطة طوارئ لمرفأ بيروت لتشغيل إعادة تشغيل مرفأ بيروت. اليوم منطقة الحاويات سليمة، ناقص الكهرباء، مهم بس تأمن الكهرباء خلال اليوم أو يومين محطة الحاويات فيها ترجع تشتغل. نعم. طبعا بتقلي الآليات كلهم معطلين 80% انضرب. نحن ليش عم نقول انه بدنا خطة سريعة، مساعدات سريعة عاجلة؟ شو ترجمتها الخطة السريعة؟ فسر لي يعني، بدك يشتروا لك بيك اب جديد، كاميون جديد، قلي. لا يعطوا مساعدات لأصحاب الشحنات. نعم. يعطوا مساعدات لأصحاب الشحنات تصلح شحناتها فيها ترجع تعاود العمل. يعني الشحنات منها مدمرة؟ مش مدمرة، بتتصلح، في شيء غزاز، في شيء مضرر كثير، في شيء يعني كله بيتعالج. نعم. بس مهم بدها يعني سيولة، بدها تأمين مساعدات. في سقف معين أنتم ببالكم بالتعويضات؟ هو مش كلهم مثل بعضهم، يعني الأعطال مش كلها مثل بعضها. في يعني نسب معينة، هون دور إنه يتكلف لجنة تنزل تكشف على الشحنات، لجنة الغيتي أو ينزلوا يكشفوا على الشاحنات ويقرروا كل شاحنه شو متضرره، يقدروا الاضرار شو متضرره. ان شاء الله نحن هلا بيتواصلنا مع اللواء يعني محمد خير، رح نطلب منه. نعم. انه يتوجه يتواصلوا معنا ويجري يعني اللازم كشف. نعم. كشف كشف ميداني على الشاحنات اللي مضرره، والمرفأ مثل عم اقول لك منطقه الحاويات، وهون بدي ابشر التجار والمصدرين والمصورين انه الحاويات كلها سليمه، الحاويات بالمرفأ بليار بالحاويات، منطقة الحاويات كلها سليمة، ما في شيء. في مضررين اللي حاويات فارغة اللي على باب 14 أو باب 9، في بعض الحاويات الفارغة مضررة، بس الحاويات اللي فيها بضاعة بعدها سليمة الحمد لله. أنا بدي أشكرك أستاذ شفيق أبو سعيد، يعني من خلال مشاكل واحد الأول، إذا عندك كلمة أخيرة بتحب تقولها للأصدقاء اللي هلا عم بيتابعونا. بدنا نطلب مساعدات مش بس من الدولة، بدنا مساعدات خارجية عربية خليجية، وهن معودين على الأفضل، ونحن بهيك كوارث بالماضي كانوا يوقفوا بجنبنا وبجنب لبنان، ينهض لبنان من هالكبوة اللي وقع فيها، من هالكارثة اللي حلت فينا. نتأمل من الأخوة العرب إنه يساعدونا ويكونوا هن مشرفين على توزيع هذه المساعدات. رح خليك تبقى معنا بس حتى يكون معنا اللواء محمد خير، صار حاضر معنا سعادة اللواء. ألو. ألو. نعم. اللواء محمد خير أمين عام الهيئة العليا للإغاثة، صاحب السعادة، يعني من خلال جولاتك اللي عم بتقوم فيها يعني بكل المهمات التي تكلف فيها. نعم. جماعة البور يعني نقابة مالكي الشاحنات بيقولوا بعد لهلا ما حدا اجى لعندهم للكشف على أضرار، بيقولوا 80% من آلياتهم وشاحناتهم بحاجة. نعم. إلى يعني إصلاح بالمرفأ؟ مرفأ بيروت. نعم. مين الضيف اللي عندك بلا؟ لاني انا هون بالمطار.
الو، الضيف اللي معي شفيق ابو سعيد، مسؤول العلاقات العامه والاعلام بنيابه مالكي الشاحنات الامويه بمرفأ بيروت. بس ايه سمعتها اخر كلمه كان عم بيقول وضع لجنه او شيء لتوزيع النيابات او شيء، ما فهمت شو هيدي. بس اخر فكره. لا هو عم بيقول انه هن بحاجه لمساعده ماليه فوريه صحيح. لاجراء التصليحات اللازمه ولاعاده ورشه العمل صح. لانه بيقول انه منطقه الحاويات هي غير متضرره صح. بيقدروا يشتغلوا. صح. لا لا, لا يعني معه حق. نحن اليوم نسكت انا مع معالي وزير الاشغال وبعتقد عرض الموضوع على مجلس الوزراء اللي ننزل نحن وياه وزاره الاشغال والشركه الهندسيه اللي خطيب عالمي لنتاكد من الكشف التقني على كل المرفأ ونشوف اي الجهه اللي هي صالحه حتى يتم استعمالها حتى لا يتشكر المرفأ بكمي. نعم. ان شاء الله يضبط معنا هذا المشروع. اما بكامل الكشف على الاضرار ما عندنا مشكله نحن بهذا الموضوع، بالعكس نحن ماشيين دغري بالتنفيذ. في 30 او حوالي 40 لجنه اكتشف من الجيش، هلا كنا عم نفرق مع حضره العماد جوزيف عام مشكور انه يكون هاللجنه دغري بلشنا فيها من يوم 20 لجنه كانت، بس قسمنا لجان من بكره رح تكون 40، لان مثل ما حطينا خطه ان شاء الله بتنجح، هي من ساحه الشهداء خط الرين خط الجميزي الفرد شركة الكهرباء للنهر. نعم. خط الجميزة الثاني من تحته البارالل عليها وخط الكارانتينا لجمع الخضر ومحيط الكارانتينا، ونرجع بعدين دغري جنوبا لمنطقة بيروت لبشارة خضري لعين المريسي. أكيد المرفأ الوضع خاص سيكون اهتمام كبير عنا وعند الكل. يعني اليوم يعني من خلال شعارك الدائم بتقول نحن موجودون بخدمة الناس، يعني هيدي شغلة كتير مهمة، يعني وجودكم لخدمة الناس. يعني الجماعة أو الشباب النيابي عم بيسألوا أيمتى ممكن يتحدد له الموعد لإجراء الكشف الضروري ليكونوا هنو جاهزين باستقبالكم؟ نحن ناطرين بس الجيش لخلص الكشف على طرف الأنظار جسس وهالأمور هيدي ليكون نطفة المنطقة ونفوت دغري ويكون خلص التحقيق، لجنة التحقيق كمان وخلصت الادله الجنائيه للتحقيق تبعها ونحن دغري جاهزين، ما عندنا مشكله، نفسكم عندنا نحن دغري جاهزين والجيش جاهز معنا. سعادة اللواء يعني بالختام، موضوع التعويضات يعني بتكليف من رئاسة الحكومة سيكون عاجل لحتى يقدروا يستأنفوا أعمالهم في ظل ظروف اقتصادية ضائقة وصعبة كثير؟ أنا بعطيك هذا الجواب إن شاء الله بيكون خير، يعني إذا إن شاء الله الدول الخارجية والعربية والمقتربين اللبنانيين اللي هن اكثر شيء بحس انه هن حاسين بوطن الغيرين والمعاويين اللي موجودين، بعتقد حيكون في دفع حيكون في دعم، يعني ان شاء الله بيكون خير، يعني دائما نحن لازم نكون متفائلين. بس انا بوجه نداء من عندك تفضل لكل الجمعيات اليوم، انا شفت الحقيقه جمعيات يعني بتبكي القلب اللي هي اللي عم تشتغل من قلبها على الارض، يعني الى جانب الشركات اللي نحن وكلناها تنظيف بيروت ورفع الركان، يعني الحقيقه صبايا وشباب بوجه الشكر لهم كلهم اللي عملوا نشاط رهيب وان شاء الله بكره بيكملوا معنا. مبادره فرديه عم بتكون يعني هن عم يشتغلوا. ايه نحن اليوم من اليوم الصبح فهموني غلط، انا كنت عم بقول لهم المبادره الفرديه والجهد الشخصي كثير مهم في دعم الوحده الوطنيه ودعم الالفه بين المواطنين المتضررين، ضروري الجار يدعم جاره، وين ما بيكون بلديه بتدعم بلديه، كلياتنا لازم نكون يد وحده. برافو برافو برافو، هي من قلبها بحكيها، ولازم هيك ما ننطر انه احنا اي جهه ثانيه، نحن لازم نخلص اللي علينا وان شاء الله من فوق ان شاء الله كمان نشهدنا نحن مثل ما صار ب 2006 في بعض الدول اللي فاتت هي ترمم بيع بكاملة، نحن بس ان شاء الله هالمره بيكونوا متجاوبين وبنعرفوا نحن متجاوبين انه بس هنعطي احياء بسرعه بتخلص هيدي وبتطلع شيء منظم وبترجع بيروت لحياتها الطبيعيه ان شاء الله. يعني ان شاء الله سعاده اللواء بدي اختم بعباره قلتها انه لازم نكون بهذه المرحله كلنا ايد وحده وقلب واحد لنتجاوز يلي عم بيصير. صراحة على كل حال عم بيجي هبات عم بيجي مساعدات اليوم كثير عم بتواصلوا، ان شاء الله بيكون في الجيش عم بيكون هو اكثر شيء
عم بتحول لدعم الميل العيني اللي عرفته عم بتحول للميلية، والمساعدات العينية كمان عم بيكون بإشراف الجيش، كلنا يدرح نحن والجيش. أنا بدي أشكرك سيدي، يعطيك ألف عافية، شكرا لك. إذن اللواء محمد خير أمين عام الهيئة العليا للإغاثة كان عم بيوضح، وإن شاء الله يعني بأقرب وقت مثل ما قلنا نحن تكون كل الإجراءات أتمت عندكم ويمشي الحال. نحن بنشكر اللواء خير، نتمنى إنه بوقت قريب يتوصل معنا فينا ناخذ تعويضات منه. مش منه، من الحكومة. من الحكومة هو الوسيط الانترميديير يعني عم بيكون. نعم نحن قبل هاي الكرت اللي حلت كنا 70% من عمل مرفع بيروت متراجع، اجت هذه الكيرتي اللي قسم ظهر البعير، اذا ما اجينا مساعدات وقمنا من هالكبوي معناتها نحن في حوالي 1800 عائله بتقطع رزقها على مرفع بيروت. ان شاء الله لا يا سيدي، ان شاء الله لا بمساعدتكم وبهمتكم بهمتكم ان شاء الله. وبنرجع بنكرر الصلاه لارواح الشهداء اللي سقطوا وللجرحى، بنتمنى لهم الشفاء العاجل والسريع، والله يكشف وجود كل النوايا الطيبه لحتى نكون متكاتفين متضامنين وايد واحده نحن. شكرا لك منك. اصدقائي نحن متابعين معكم مشاكل وحلول، بريك وبنرجع سوا. بعدنا معكم متابعين سواء مشاكل وحلول بإطلالة استثنائية، منتابع مع ضيفتنا نقيبة الممرضات والممرضين دكتور ميرنا دوميت اللي كان من المفترض اليوم يكون عندهم تحرك ونشاط من أجل إيصال صوت الممرضات والممرضين من خلال النقيبة النشيطة يلي بتسعى دائما لحتى تكون حد كل إنسان بنقابتها بحاجة لأي مساعدة تكون صوته لدى المعنيين والمسؤولين. بكل لقاءاتنا معها بتسعى دائما لإظهار الحق دون أي مواربة، صريحة جدا إلى حد من خلال جرأتها بتقول مفترض نوصل لحقنا، وهيدا اللي أنا انتخبت على أساسه ببرنامجي نقيبي للممرضات والممرضين بلبنان. منرحب بدكتور ميرنا دوميت، يعطيك ألف عافية، وهي مناسبة ببداية اللقاء لحتى نحييك ونعزيك بنفس الوقت بخسارة الممرضات اللي سقطوا بين مستشفى القديس جورجوس بالأشرفية ومستشفى الوردية. شكرا لك ولجميع المشاهدين، وأنا بدوري بعزي كل الطاقم التمريضي بلبنان بفقدان 5 شهداء بارح فقدناهم بهالفاجعة بهالمأساة بهالكارثة يلي صارت فينا، وبينضموا لشهيدة سابقة سبقتهم قبل بيوم كمان استشهدت هي وعلى خط الدفاع الأول ضد الكوفيد 19. اليوم نقيبي بالواقع كان لك جولة يعني على المستشفيات. نعم. من خلال كل المعطيات، شو ممكن نقول بعد كل يلي نحن شفناه؟ يعني الكل عم بيسعى ويقول يا ريت كان اللي عم نشوفه حلم تنوعة منه، لأنه مفترض بالرغم من كل الضغوطات يلي نحن مهنتنا تعاني منها، ولكن اللي صار كان كارثي بامتياز مبارح. أنتوا شخصيا يعني من خلال النقابة شو ممكن يكون عندكم تحركات لاحقة في ظل الدمار الهائل يلي بيفرض أنه نأجل بعض الأمور إلى حينه؟ أكيد نحن مبارح وقت طلع الانفجار طلعنا بيان وألغينا كل التحرك اللي بدنا نعمله اليوم. نعم. ومع كل أسباب الحق يلي كانت بتخلينا نعمل هالتحرك، مرضات ومرضين لبنان كمان فرجوا انه هني ابطال. ما بقدر اقول لك امبارح كيف المرضات يلي كانوا على الشغل بقيوا على الشغل، المرضات يلي كانوا بالبيت ركضوا على المستشفيات، حتى المرضات والمرضين يلي كانوا مطرودين من المستشفيات ركضوا على المستشفيات اللي انطردوا منها، مرضات والمرضين الموجودين بالمناطق يلي ما قدر اجى او ما كان في حاجه لإله تبرع بالدم. منظر بفرجيك مرة تاني قديش هالشباب والصبايا بيستحقوا لقب بطل، بيستحقوا انه هن يكونوا عن جد ايقونة بهالوطن، قديش هن خط الدفاع الاول، وقديش يمكن ما عم نعطيهم حقهم. يعني هالانفجار كمان مرة تاني ضوى على اهمية مهنة التمريض، اذا كان بالجائحة، اذا كان بالسلم، إذا كان بالحرب، وإذا كان بالكوارث الطبيعية أو الكوارث يعني من إيد الإنسان. نقيبة إذا بتسمحي لي، يعني امبارح يعني معالي وزير الصحة قال إنه اللي انصرفوا من الجامعة الأمريكية نحن مفترض نستعين فيهم لأنه نحن بحاجة إلى طواقم
تمريضية. اليوم في مستشفيات ميدانية وصلت على لبنان وعم تتركب، ولكن من الطبيعي نقول أنه رح نكون نحن بحاجة لممرضات وممرضين بهذه المستشفيات. أنتم كنقابة حاضرين ولا بهذه المرحلة في عندكم نقص، أو شو هي آلية المواكبة تيكون هذا المستشفى اللي عم يشتغل بيتابع كل ما هو مطلوب منه عندما يجهز؟ حاج نحن ما عندنا نقص باليد التمريضية، هي بقلتها قبل وبعدني عم قولها. نحن كل سنة عم نخرج 1300 مرضى وممرض، وهلأ هاي السنة مخرج 1300 وناطرين ليأخذوا محلاتهم ويشتغلوا. كمان منيح اللي سألتني هالسؤال، لأنه أنا سبق وأعلنت اليوم نحن لازم نعمل مسح شامل للاحتياجات، مسح سريع بظرف 10 ساعات يكون عندنا هالمسح. وبفتكر وزارة الصحة عملته أو بلشت فيه، لأنه نحن منا بحاجة لمستشفيات ميدانية. شكراً لكل الدول اللي ضامنت معنا ويلي بلشت تعطينا غراض وقصص، بس نحن مش بحاجة لمستشفيات ميدانية. مستشفياتنا قدرت تطب المرضى، نحن بحاجة لمعدات، نحن بحاجة لأدوات للحماية. ما ننسى نحن عم نشتغل بكارثة وعنا الجائحة COVID-19، نحن بحاجة لكفوف، بحاجة لخيطان لنقطب، بحاجة لمصر، بحاجة لأدوية. ما ننسى انه المستودع الادوية لوزارة الصحة ويلي بيحتوي على ادوية السرطان وغير ادوية قد دمر. نحن بس قدروا سحبوا منه الادوية، يعني قدروا سحبوا منه الادوية مش هيك كل الادوية اكيد، مش كل الادوية اكيد يعني في عنا، مش من هيك عم نقول لازم ينعمل مسح شامل لحاجاتنا ونحط مثل ليستا، وهالدول تنقي مثل ما بدها، مثل سوبر ماركت، بس نقي ضمن اللائحة يلي نحن حاطينا. بس بدك تجاوبيني على سؤال، يعني المستشفيات الميدانية، يعني في مستشفيين كل مستشفى 500 سرير، يعني بحاجة لمرضين وممرضات. نحن رح نقدر يعني من خلال النقابة يعني نشغل يعني المطلوب منا، أو نبادر لتقديم المطلوب منا بهذه المستشفيات؟ ليك ما أنت بدك تشوف، رح رد عليك على سؤالك، بس قبل خليني أقول أنه اضطرت وقول أنه بدك تشوف إذا نحن بحاجة لهالمستشفيات. يا ترى نحن بحاجة لألف سرير زيادة؟ نحن مش بحاجة. مستشفياتنا كم سرير؟ عندك فكرة حضرة النائبة؟ مستشفياتنا كم سرير؟ نعم، كل المستشفيات بلبنان، كل المستشفيات الحكومية والخاصة يمكن شيء تقريبا 12,000 سرير. 12,000 يعني مبدئيا بفكر اذا ماني مغلطه، لانه احنا عندنا 5000، عندنا 5000 جريح، البعض منهم جروحهم يعني ليست خطيره، دخلوا وغادروا. مش كل الجرحى بدهم مستشفى. نعم، نحن برمنا اليوم على مستشفيات العاصمه يلي دمرت ويلي تضررت ويلي استقبلت، مش كلهم هلا اكيد بس اغلبيتهم، وكلهم كانوا محتويين الجرحى، يعني ما في حدا بده عناية ما كان بقلب مستشفى. لرد على سؤالك، إذا من خلال النقابة، هلا أنت بتعرف إنه النقابة منا هي مكتب للتوظيفات، بس نحن بجائحة كورونا عملنا مثل بلان بي اللي هو إيمرجنسي بلان، وحضرنا فرق تمريضية ستاند باي بكل المناطق. طلبنا من المرضى والمرضين اللي ما عم يشتغلوا أو اللي عم يشتغلوا نص شغل يحطوا أساميهم. نحن عندنا أسامي وفرق تمريضية بكل الاختصاصات موجودة ستاند باي، إذا هالمستشفيات بدها تفتح حسب عدد المرضى بتحط مرضات ومرضين. يعني أنت ما رح تعمل إكوبمنت لخمسمية تخت إذا ما تعبوا الخمسمية. نعم، طب اليوم نحن يعني قلت لي منا بحاجة لمستشفيات، مفترض لا. يعني يكون عندنا تجهيزات لكل المستشفيات لحتى تقدر يعني تأدي دورة. نحن يعني بحاجة لمصاري لندعم القطاع الاستشفائي والصحي. نحن بحاجة لمعدات، ومعدات نحن منطلع شو هي. ألو
الو نائبه، يعني بالختام للممرضات والممرضين والمعنيين بهذا القطاع اللي عم يسمعوك هلا عبر تلفزيون لبنان برنامج مشاكل وحلول، شو بتحبي توجهي لهم؟ تقولي لهم مشاكلكم رح يكون لها حل قريبا في ظل الاصرار؟ يعني نحن اجلنا كم يوم ولكن ما لغينا، موقفنا رح يبقى هو هو، كنقيبه رح تسعي قدر المستطاع لتحصيل الكثير من حقوق الممرضات والممرضين من المستشفيات ومن الدوله. أكيد ما في حق بيموت إذا ورام طالب، ونحن سنكمل الطريق ورح نضلنا الطالب بحقوقنا. بفتكر هلأ يعني للأسف هالفجعة المطار دوت أكثر وأكثر قديش مهم إن نحافظ على مرضاتنا ومرضينا، قديش مرضاتنا ومرضينا هم عندهم هالخوف على القطاع الصحي وعلى العالم بلبنان. يعني بفتكر لازم نحصل على الحقوق، ومش بس حقوق اللي كنا عم نطالب فيها، حقوق نقدر نحافظ فيها على هالشباب ما تهينوا، لانه نحن اضرابنا، ونحن بنرجع بنقول الاضراب ما كان هدف لنا، هو وسيله، ما كان من شان انه نحسب كل الحقوق، كان بس لنحافظ على البيسك ثينكس، يعني اعطوهم معاشاتهم. بس هلا مفروض كمان اكثر واكثر الضوء على الضوء العظيم، الدور العظيم يلي هن عم بيلعبوه، ويصير في تحرك جدي واسرع على كل المستويات. انا بدي اشكرك نائبه، وبرجع منكرر تعازينا لك ولاهالي يعني شهيدات والشهداء الذين سقطوا كيري. الله يرحمهم. تسلم. شكرا لدكتور ميرنا دوميت نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان. طبعا اليوم همة اللبناني دائما أصدقائي أن يبادر إلى تقديم المساعدات. بالبداية المهندس سجاد ثابت لفت وقال أنه بالرغم من الأجواء التشاؤمية حواليه وقت اللي كان عم يعمل جولة ببيروت، لمس همة واندفاع الشباب اللبناني والصبايا، هن عم بيسعوا لحتى يفتحوا الطرقات ويزيلوا الخراب ويسهلوا الطرقات على المواطنين. مبادرات المجتمع وقت اللي بيكون فيها شفافية ومحبة وإخلاص ووطنية واندفاع، خلاصتها المجتمع بيساعد بعضه. مع هالتقرير منتابع سوا. نحن جايين من سور ومن صيدا، مش جايين نوقف حد خينا اللبناني، بس كمان جايين نوصل رسالة انه وحياتكم ما حتمرق هيك، ما حتمرق، في طار بده يتاخد. هودي ما طلع علي، انا تكسر محلي، استحليت شي واحد من هول، ما بدي زفر على من راسهم استحليت حدا يطل لنا، الحمد لله على السلامة. هول العالم، هودا الشعب، هدي الشباب يلي نصها استشهدت امبارح، نصها الثاني عم ينظف لهم زبالتهم. مزبوط، ولازم كل اللي قاعد ببيته ينزل يساعد، لانه هيدي منطقتنا وكلنا لازم نساعد، وكلنا لازم نشيل هالدمار، وكلنا ما بقى لازم نكون قاعدين ببيوتنا وساكتين، عيب الشوم على اللي قاعد ببيته بس. والله الوضع مأساوي كثير، بدنا بس من الدولة ترجع تعمل خط الطوارئ لتشيل كل هالركام اللي عصفت ببيروت، منظر مرعب جدا. أول مرة أنا عايش الحروب كلياتها بلبنان، هي أول مرة بشوف هالوضع اللي نحن فيه. على شو المطلوب؟ المطلوب خطة لتنفيذ، يعني يضبطوا البلد كلياتها من أول وجديد. بنطلب من الدولة إنه تهتم بهالشعب، عندها يعني أشياء كتير لازم تعملها شغل يعني. وقت الحاضر كل فرد فينا عليه مسؤولية، إن كان من دولة أو من الأشخاص الطبيعيين، فكل حدا قادر يساعد اتمنى انه ينزل يساعد. انا جاي من صيدا نازله انا وخيي، ومن برجة الصبية، جايين من كل المناطق كرمال نشوف مين في كيف فينا نقدر نساعد ونساعد. يعني باقل شيء ممكن الواحد فيه ينظف الطريق، فيه يساعد العالم اللي موجود، لانه يعني اختربت بيوت العالم. خلينا كلنا نكون مع بعض، هيدي فرصة كتير منيحة، هيدي فرصة للبنانيين كرمال لبنان. يعني ما بعرف، يعني احنا متكلين على حدا، بس هيدا الحدا مش فرقانة معه. الخسارة خسارة البلد، مش خسارة سيارة بتعوض، بس خسارة خسارة البلد. مطلوب بس ربنا بيوقف، بس ربنا يشيلنا من الأزمة، بس غير الله ما بيشيلنا من الأزمة. خراب البلد، خراب، هي نكبة على لبنان كله. شو بدي أقول لك؟ الله يحمي لبنان. أخذوا لنا مصرياتنا، ما سألنين عنا، هلا ما رح يتعوض. أنا عندي محل لورا ما فيني سويه، روح شوف بيتي محروق دينه من فوق لتحت. شو بدي أقول لك؟ قد ما أحكي بس نقول لهم فلوا عنا، روحوا اذا فيهم احساس يحلوا عنا بقى. ولك يا خيي ما حدا رح يعملنا شيء، بيوتنا بدها تصليح، بدها اموال،
من وين بدنا نجيب الاموال؟ حجيلنا على اموالنا، بطل في دولار. هلا اللبناني عنت بدهم يعطونا شوي شوي بالقطاره، كفرنا ضيعانوا هالبلد برقبتهم. احلى بلد هيدا، علمنا اولادنا ما تتركوا بلدكم. وصلونا هلا لو وصلنا الفيلم بنقول لا، من حرقه قلبنا عم نحكي شيء ما بيتصدق بفظاعه المشهد. و يعني بعدنا يمكن ما عم نستوعب حجم الدمار وحجم الخسائر. بكره بسنوعه، يعني مين بده يعوض على كل الناس اللي ساكنه هون يلي هاي بيوت جنى عمره؟ يعني شيء كثير محزن. ان شاء الله يكون في خطه سريعه، لانه الناس كلهم هلا تشردوا، ما في حدا بقى ببيوته من هيئته من امبارح بالليل. اصلا البيوت ما بقى فيها شيء، اذا بتطلع حواليك البيوت كلها فضيت. يعني ما بعرف كيف بدها ترجع بيروت توقف على اجريها. هذا الشيء اللي الناس عم تساله. طلع الانفجار، زبطتني السياره من هون لقدام الشركه كتاني، نزلت من السياره ماشي، يعني العالم على الطريق على صريخ وعيط. الحمد لله كنت انا يعني جروحات طفيفه بوشي ودينتي، دينتي مش عم بسمع فيها مزبوط، ووشي وراسي قطبوا لي اياهم، رحت على المستشفى وايدي قطبوا لي اياها وفي حرق، وعملت صور وعطيوني ادويه وهيك. المشهد كان مريب على الاخر، على الاخر العالم عم تصرخ كلها دم. ركضت صرت اركض من هون للنهر لقدرت لقيت سياره لاخذتني على المستشفى. العالم على الطرقات يعني شو بدي اقول لك، مشقفه والدم عم ينزل. مشهد مرعب، مرعب جدا مرعب. انا يعني بلحظه اللي صار الانفجار حسيت حالي بدنيا تاني، متت ورجعت عشت. بعدنا معكم دائما متابعين عبر مشاكل وحلول. الصليب الاحمر اللبناني عم بيكون دائما حد كل الناس بالمعاناة، عم بيسعى انه يخفف عن كل الناس وان يكون مبادر. بوقت الكورونا تعرضوا لكثير من الاصابات وبقيوا بالصف الاول مدافعين مواكبين، والى حد كل الناس بيسعوا قدر المستطاع يخفوا عنهم. مع جورج كتاني امين عام الصليب الاحمر اللبناني رح نتابع لحتى نشوف آلية التحرك اليوم اللي كان بالواقع مذهل بتلبية كل الطلبات وبزيادة عدد يعني السيارات والطواقم لحتى يكونوا حد كل الناس، لانه المصيبة كبيرة كتير. الو اي استاذ جورج، بدي احييك من تلفزيون لبنان، ويا ريت يعني اذا عندك يعني من الارقام تفيدنا فيها عن كل تحركاتكم يلي كانت لليوم. سيدي مثل ما بتعرف وقت الكارثة الغير مسبوقة صارت، نعم، الصليب الأحمر كان حرك 75 سيارة إسعاف و50 كان في احتياط. وكانت الحصيلة اليوم أعلن الوزير، اليوم أعلن الوزير حصيلة وزير الصحة بال 5000 جريح و 135 ضحية أو شهيد. في عدد لا بأس به من المفقودين. هلا الصليب الاحمر العمليه الكبيره اللي قايمه اكثر شيء انه قادر يحرك سياراته بكل لبنان بتنظيم، ونقل من المستشفيات اللي تضررت مثل مستشفى الروم ومستشفى الجعكاوي والورديه ومستشفى الكارنتينا. نعم. نقل اصابات خطره او كوفيد 19 على مستشفيات ثانيه خارج منهم داخل بيروت او على الحدود ومنهم خارج بيروت بالتنسيق مع وزاره الصحه العامه لا يقدر يكفي مهماته. وأمن صار في سحب الدم واتصل بالمستشفيات، أمن فوق 453 وحدة دم. نعم. سحب جديد، يعني كان في متبرعين طلبنا منهم يوقفوا على ما يكون في عندنا ستوك، لأنه ما بيهدي هذا ستوك بهالوقت، ما بياخذ وقت كثير طويل. النقطة الأساسية الكبيرة إنه الصليب الأحمر اليوم كان عنده 12 سيارة، إضافة ل 76 فرق عم تأمن المهمات العادية. صار في إخلاء لبعض المصابين اليوم ل 18 حالة، وكمان في نقل لضحايا من مستشفيات ببيروت لغير مستشفيات. وأهم نقطة إنه فتحنا عيادة نقالة عدد 2 بساحة الشهداء، فيها بالنهار مساعدة اجتماعية وطبيب ومرضى تقوم الاسعافات الاوليه مع المسعفين سيارات الاسعاف. نعم. وكمان كان في اداره الكوارث عملوا هيك مأوى مؤقت بالمنطقه تقدروا يساعدوا اذا في حالات بحاجه المنطقه لمواد تموينيه تيدعموها.
هذا مبدئيا حفيظ عمل الصليب الاحمر بعده مستنفر بقوم بمهمته بدون نعم. اي الله يقويكم الله يقويكم استاذ جورج. يعني نحن عرفنا عدد الجرحى الشهداء الله يرحمهم والجرحى الله يقدم لهم الصحه، ولكن سؤال بديهي، في ناس مفقودين، انتم دوركم كصليب احمر يعني يقتصر على نقل الجريح او القتيل لا. او الشهيد او اللي نحن بنشارك كمان بالبحث بدم شمل العائلات وب اذا بدك بموضوع المفقودين، البحث عن المفقودين. نعم اليوم كان قيادة الجيش ولا الدفاع المدني ولا غير مؤسسات عم يقوموا كمان بموضوع، والصليب الاحمر بالتنسيق خاصة مع قيادة الجيش بيدعم بهذه الامور لانه عنده فريق متخصص وبيساعد بهالنقاط الاساسية. اكيد بيصير في مسح واتصالات، في مندوب لهالموضوع لنمشي من العائلات اذا في مقدومين، وبالمبدا في حالات بينت مستشفيات بس في حالات كمان بعدها مفقودة للاسف ما بينت. يعني من خلال تضحياتكم المشكوره يعطيكم الف عافيه، ولكن بالمقارنه مع كل ما سبق وعشناه نحن بلبنان بنعتبر اللي صار امبارح هو صوره مغايره لكل اللي سبق؟ ايه انا بخبرتي الكبيره بالازمات والكوارث بلبنان بالصليب الاحمر، بتعرف كنت فتره طويله مدير الاسعاف وكنت متطوع رئيس اقليم ورئيس الله يقويك. كأمين عام بقدر أكد لك أنه الكارثة الغير مسبوقة اللي صارت ما قدرت شفت مثلها بضخامة الأزمة وبصعوبتها، شوارع مسكرة، بنايات مدمرة، زيت مينيموم مكسر وحيطان، إصابات بكل بيت بالبناية بكل بناية، ناس توفت ببيوتها استشهدت ببيوتها، ما بتقدر توصل على الطريق، بدك بكل شارع تحط لك اربع خمس سيارات لانه بتوصل اول سياره بيطلع اصابه اصابتين بيطلعوا معك، بيطلعوا بسيارات مدنيه الاصابات، بيطلعوا بيكابات الاصابات. نعم. كان ظرف مؤثر ومؤلم جدا، الناس قاعده ببيتها بتتوفى بتستشهد ما لها ذنب برجع على بلدها. هذا موضوع كثير بياثر، نحن بياثر فينا لانه بنحس بالوجع وبكرامه كل انسان، بنحس ب انه نحن لازم نكون حده ونحميه ونانه نبلسم له جوعه ونقول له دائما نعم. حدك. استاذ جورج كتاني، يعني الملاحظ انه انتم بتعملوا يعني بعض الدورات لناس يعني بيكونوا هن متطوعين لحتى يؤدوا الخدمات المطلوبه منهم، ولكن اللي صار امبارح كان مفاجاه وذهول لكل الناس. يعني انطلاقا من هذه الصوره بتاخذوا على عاتقكم انكم تعملوا دائما تدريبات اضافيه لمواجهه حالات قد تكون غير مفترضه؟ لك بصراحه نحن عندنا دائما شيء بسموه كونتنجنسي بلان وسيناريوهات او خطه استباقيه. الصليب الاحمر بيستعد لها من فتره طويله بمعايير دوليه، وهذا الشيء عم يتنسق كمان مع الاجهزه الامنيه ومعالجه اداره الكوارث بالقصر الحكومي وغيرها من المؤسسات الكبيره اللي عندها خبره بهذا المجال. نعم. نحن دائما عندنا تدريبات ومنتابع وبنشوف يكون عندنا ابديتد انفو او مناهج، يكون عندنا دائما على طول شيء مجدد وبنحاول قد ما فينا ندرس السيناريو. بس امبارح الكارثه اللي كانت، تصور لو الانفجار كان خلال النهار مش بالليل، بس خذ فكره شوف شو راح يكون، شو راح يطال اصابات، نعم شو راح يكون في ضحايا اكثر. يعني اليوم الظرف اللي هذا الظرف يعني الله ستر، يعني الله ستر، يعني بعد الساعه 6 كانه اذا طلعت انفجارين واول انفجار عمل هزه، يعني افتكرنا هزه ارضيه بالاول. يعني صحيح، يعني هيك كل اللي قالوا انه بمثابه هزه ارضيه على مقياس 4.5 درجات. يعني بالواقع انا بدي اشكرك استاذ جورج كتاني امين عام الصليب الاحمر اللبناني، ان شاء الله دائما تبقوا بهذه الهمه والديناميه والوطنيه مجتمعين لما في مصلحه خدمه الناس. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. طبعا اصدقائي نحن متابعين معكم دائما عبر تلفزيون لبنان مشاكل وحلول.